وينضم إلينا من الشمال السوري نوري محمود الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب. سيد نوري، أهلا ومرحبا بك مجددا على شاشتنا. إذا وحدات حماية الشعب تبدي رغبتها للمساعدة في تحرير السويداء أو ريف السويداء من تنظيم داعش الإرهابي، تفضل. أهلا بكم، مساء الخير. طبعا بالنسبة إلينا كوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، نرى بأن محاربة داعش هو المبدأ بالنسبة إلينا، وأينما كان داعش سنكون في وجهه وسنقوم بالقضاء عليه. كان هذا موقفنا منذ البداية، وخاصة إذا كان هذا الإرهاب في سوريا. كما تعلمون دائما وضحنا للرأي العام بأننا نحافظ على وحدة أراضي سوريا ونحمي أي شبر من أراضي سوريا إذا كان بحاجة إلينا أن نحميها. وإذا كان هذا الشيء هذا الإرهاب في 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 السويداء أو أي مدينة أخرى سورية. طب سيد نوري، يعني رغبتكم في التوجه إلى السويداء للمساعدة في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، هل لاقت أي تفاعل داخليا أو خارجيا؟ هذا هو موقفنا الواضح ضد الإرهاب العالمي داعش أينما كان، وليس هنالك أي طلب لحد الآن. ولكن إذا استجاب الأمر وأراد الشعب في مدينة السويداء أن نقوم بالدفاع عنهم والقيام بواجبنا الوطني نحو وحدة أراضي سوريا وشعب سوريا، لن نتردد في القيام بذلك. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات. السيد نوري محمود الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، حدثتنا من الشمال السوري.